شركة براونيز لتنظيم الفعاليات تقدم حفل رأس السنة بدبي برعاية مهرجان دبي للتسوق. يحيي الحفل سلطان الطرب النجم طه سليمان وسيدة الغناء السوداني الفنانة ندى القلعة ونجوم الأفروبيت فرقة مرسيمبا. مقدمة الحفل الإعلامية الريان الظاهر. المكان دبي مسرح ذا جندة. الزمان السبت الموافق 31 من ديسمبر. لا تفوتوا فرصة الفوز بالذهب من محلات الرميزان بدبي. تباع التذاكر لدى بلاتينم ليست فيرجن تيكت. لمزيد من الاستفسار زوروا صفحاتنا على الانستغرام والفيسبوك سهر طرب. هذا الحفل برعاية شركة سوداني للاتصالات. بدر للطيران ليلة رأس السنة معانا غير